إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تابعنا وإياكم الشوط الماضي فكان من نصيب اللي هو شاهين بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي الذي سجل 2:15 تهانينا والناموس لبنايف على هذا الانتصار الجميل. ينطلق في هذه اللحظات الشوط السابع حاملا مشاركة الإبكار في هذه الانطلاقة، نتقدم وإياكم إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مع البداية مشاهدينا الكرام المركز الأول ومقدمة هذا الشوط مع الشاهنية على الصدارة والبداية، وهنا ضبا لسعيد بن مرير بن سعيد الكتبي من يعلن انطلاقة ضبا على المركز الأول وصدارة الشوط. المركز الثاني شانية لمبارك بن محمد بن نخير الشريفي على المركز الثاني والثالث، المراكز الوصول في هذه اللحظات من قيادة لسعيد بن حمد الأحبابي على المركز الثالث في هذه الانطلاقة، ورابع المراكز نتابع اللي في المركز الرابع الوصول والقدوم في هذا الشوط من الشانية لسعيد بن حمد الأحبابي على رابع المراكز. نعود وإياه إلى التحدي، الشاهنية انطلقت، الشاهنية غادرت مع الصدارة والبداية في هذا الشوط. لمبارك بن محمد بن نخير الشريفي يبحث عن الإنجاز، عن الانتصار بسيطرة واضحة بقدوم الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني شعار بن مرير قادم مع ضباء بشعار سعيد بن مرير بن سعيد الكتبي على المستوى المركز الثاني، ولكن خلاص انطلقت الشاهنية على المركز الأول وصدارة التحدي، تستهدف البداية والصدارة بهذا القدوم والتحدي الجميل. سلام بن نخير، سلام سلام الشاهنية، سلام تهانينا والناموس إلى مالك الشاهنية مبارك بن محمد بن نخير الشريفي على حصول الشاهنية وانتزاعها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت ضبا بشعار سعيد بن مرير الكتبي المركز الثالث. في المركز الثالث وصلت شواهين لعلي بن محمد بن سهيل العامري، التوقيت الزمني 2:15.